اهلا بيك يا ياسر ومنورنا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ربنا يا رب يعيده على الامه العربيه الاسلاميه كلها بصحه وبخير وبهناء. انا دايما بقدم مهرجانات، اول مره اشارك كممثله، وده فيلم اسمه الخمسة بقوم فيه بدور شروق، مصوره تقريبا بقالي سنتين، وهو تاليف واخراج المخرج الجميل هشام علي عبد الخالق ابن المخرج الكبير علي عبد الخالق، وهو يعني فيلم رومانسي جدا، بقالنا كتير ما شفناش الرومانسيه دي في الافلام المصريه. قصه حب بتجمع بين ولد وبنت وبعدين بيفترقوا، المفروض ان انا البنت دي طالعه بشخصيه شروق، بنت ريفيه بتعزف ناي، وبعدين لما بتكبر بتشتغل مدرسه ناي، وبيحصل بقى مشاكل وبتنتحر وسسبنس، فدور جديد شويه ومختلف، واول مره احضر مهرجان بصراحه. فيعني يا رب يعني استفاد من النقاد ومن خبرتهم وانتقاداتهم وتعليقاتهم، يعني يا رب ان شاء الله. هايل جدا لان في نجوم كتير جدا، وكل الصحفيين وكل القنوات، يعني قنوات كتير وصحفيين كتير، فاكيد دوت بيضيف اكتر للمهرجان وبيخلي فيه تشجيع كمان للبلد ان هي تنهض. يعني اكيد النجوم دول وجهه كرموز للبلد، فلما يلاقوا ان الفنانين بيحاولوا يقوموا اكتر على اعمال فنيه وينهضوا بالاعلام، لان مصر ام الدنيا ومصر هوليود الشرق في الإعلام وفي السينما، فأكيد إحنا لازم نستمر مهما حصلت ظروف أثرت أو خلتنا نتراجع شوية السنتين اللي فاتوا، إن شاء الله الفترة اللي جاية نرجع أحسن بكتير من الأول. بسجل دلوقتي برنامج للإذاعة، وبعمل كنت في بيروت نشرة روتانا والألبي سي، ومستنية نزول فيلمي حافية على كوبري من خشب قريب إن شاء الله، ودخلة بقى دراما. عامله فيلم اسمه حافيه على كوبري من خشب، معايا مجموعه كبيره جدا من الكوميديانات، ايمان السيد وسعيد طرابيك وياسر التوبجي وحسن عبد الفتاح، ومعانا اطفال كمان في الفيلم. عامله بنت اسمها مريم، بنت شخصية مركبة، في أول الفيلم بتشوفها بريئة وطيبة وغلبانة، وفي آخر الفيلم بتلاقيها شلق وقوية ومستقوية. وحابة بقى أن أنا أعمل تنوع، يعني تغيير شوية عن البنت الكيوت اللطيفة الشقية، أعمل شوية حاجات مختلفة عن شخصيتي يعني.